يسعد صباحك سلمى، وفصح مجيد لكل السوريين. نعم يعني محمد، بس حضرتك موجود بأنو كنيسة وكيف عم تكون أصوات الصلوات أيضا من قبل الكهنة وخلال العيد اليوم، وخصوصا أنه كل الصلوات اقتصرت على القضاديس من قبل الكهنة داخل الكنائس، بينما الناس تلتزم البيوت وتصلي من بيوتها. كيف الأجواء عندك محمد؟ نعم زميلة سلمى، تحية لك ولمشاهدي الأخبارية السورية. طبعا اليوم تحتفل الطوائف المسيحية على التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد طبعا، واليوم نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة تقتصر الصلوات والقداديس على بعض رجال الدين داخل الكنائس، في حين يصلي المواطنين داخل منازلهم التزاما منهم بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا التي أقرها طبعا الفريق الحكومي. نحن نتواجد الآن في كاتدرائية سيدة طرطوس المارونية داخل مدينة طرطوس. طبعا كما تشاهدين الكاتدرائية خالية تماما من المصلين، وتقتصر الصلوات على رجال الدين والقداديس طبعا على رجال الدين. معنا الآن الخوري ميخائيل رضا، كاهن رعية سيدة البشارة المارونية. أبونا كيفك؟ يا حلا، نشكر الله. فصح مجيد أول شيء. مسي ينعاد عليكم جميعا، والمسيح قام حقا قام. كيف هاي العيد الفصح هالسنة عم تختصر الصلوات على بعض رجال الدين في حين المواطنين داخل منازلهم عم يأدوا الصلوات؟ للأسف يعني أنه عيد القيامة هالسنة جاي أول شيء ممزوج، أول شيء بفرح القيامة وبحزن، لأنه الناس اللي كانت لازم تجي على الكنيسة ويكون الكنيسة مليانة ناس وولاد لحتى يحتفلوا بعيد القيامة، السنة عم تقتصر نظرا للظروف الاحترازية اللي أخذتها حكومتنا وبتوصيات وإرشادات سلطاتنا الكنسية كمان والطبية إنه ما يكون في تجمعات، لذلك اقتصرت الصلوات فقط على رجال الدين والكهنة، والناس بيتابعوا الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفيس اللي عم ننقله مباشرة على الوسائل هاي. تماما، رسالة اليوم منكم لكل سوريا بعيد الفصح المجيد. أول شيء إن شاء الله بنعاد على بلدنا بالخير وبالسلام وبالأمان، مثل ما عيد القيامة هو عيد عظيم بالنسبة لنا كمسيحيين وأساس حياتنا المسيحية وإيماننا المسيحي، هو عيد يلي ينتقل فيه المسيح من الألم والموت إلى حياة جديدة إلى القيامة، كمان نتمنى أنه بلدنا سوريا خلال هالظروف يلي عشناها، ظروف سنين الحرب والألم والضغوطات الاقتصادية والصعوبات يلي عم تواجهنا، أنه ينتقل بلدنا ويكون في قيامة حقيقية لألو لحياة جديدة لبلد أفضل، يكون في تعايش ومحبة أكثر مع بعضنا البعض كسوريين. اليوم تقتصر طبعا كما ذكرنا يعني على رجال الدين والقداديس والصلوات فقط داخل الكنائس. نعم، أنا لحالي رح أقوم بالصلاة مع مساعدة الجوأة، كم شخص من الجوأة حتى يرتوا ويقوموا بطقوس عيد القيامة. وبحب اتوجه بهالمناسبه كمان بمباركه اول شيء لشعبنا السوري كليته بشكل عام، ومن اجل المسيحيين بشكل خاص، وبشكل خاص كمان بحب اوجه التهاني والتبريكات من اجل قائدنا الدكتور بشار الاسد، حتى ربنا يباركه ويعطيه النعمه والحكمه حتى يقودوا بلدنا ويقودوا سفينه بلدنا الى ميناء الخلاص. ونتوجه بالشكر كمان لجيشنا يلي عم بيقاتل على الجبهات لحتى نحن نعيش بسلام وبامان هون. نطلب من الرب انه يبارك جيشنا ويعطيه القوه وينتصر على الحرب ضد الارهاب ويشفي جرحى جيشنا كمان ويرد الماسورين بخير وسلامه لاهاليهم ويرحم جميع شهدائنا يلي قدموا ذاتهم ضحيه او فداء على مذبح الوطن من اجل خير الوطن وسلامه الوطن. شكرا ابونا طبعا الخوري ميخائيل رضا، كاهن رعيه سيده البشاره المارونيه. شكرا وعيد فصح مجيد. طبعا زميله سلمى، اليوم ترفع الصلوات لكي يعم الأمن والسلام على كامل أرجاء الوطن طبعا، وأن تبقى سوريا دائما بخير. عيد فصح مجيد وكل عام وأنتم بألف خير. نعم زميلة سلمى.